مشكلة تواجه عرس أحمد أبروب وصبا شمعة. شو صار مع غيث مروان وصار الورع وأسامة مروة؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام اليوم أبروب بنشر فيديو على قناته العائلية، كشفوا من خلال هذا الفيديو انه هن اشتروا بيت جديد مشان يستقروا فيه بعد العرس، والجمهور اكتشف من خلال هذا الفيديو انه صبا شمعة احمد ابو الروب لساتهم ما اختاروا اسم قناتهم العائلية، فاحمد ابو الروب بده يسميها احمبص، وصبا شمعة بدها تسميها صبا احمد. ايضا فرجى احمد ابو الروب الجمهور انه هو اشترى بيت كبير وعمل لصبا تكييف مركزي في البيت، كل هالتجهيزات احمد كشف بالاخير انه هن ما عندهم قاعة مشان يعملوا فيها عرسهم، وطلب من جمهوره يحطوا له بالتعليقات اسم اماكن لقاعات العرس بالاردن مشان يشوفها، ويذكر ان العرس بعد شهر تحديدا. نمر الى العرسان غيث مروان وصار الورع، حيث نشر اسامه ستوري على صفحته بالانستغرام، لمح اسامه مروان من خلال هذا الستوري انه هو كمان بده يتزوج. نمر الى نارين بيوتي اللي اعلنت عن سفرها في ستوري على صفحتها بالانستغرام، وكمان قامت بنشر ريل كل جمهورها اشادوا بموهبتها في التمثيل، معلقين الها انه نارين صارت ملكة الإعلانات.